مساء الخير والسعادة على كل من انضم لي متابعتنا في هذه اللحظات عبر شاشة روتانا خليجية وبرنامج الشباب الأول ساعة شباب. 20 مارس العالم يحتفل باليوم العالمي للسعادة والإيجابية لحياة أجمل. شباب يسخرون وقتهم للعمل التطوعي في تجديد بيوت الأسر المتعففة. هتاف وقصة صناعة المحتوى الهادف ودعم مشاريع الشباب. أخيراً عالم السيارات واهتمام متزايد لاكتساب المعرفة من جيل الفتيات. طيب بداية مشاهدينا نروح معاكم لجولة السوشيال ميديا وأبرز التغريدات المميزة اليوم. معنا تغريدة من حساب وزارة التعليم وتزامنا مع عودة المدارس للفصل الدراسي الثالث، مشاهد متنوعة للعودة الحضورية الكاملة اليوم من المدارس في مناطق ومحافظات المملكة. طبعا رحبت وزارة التعليم عبر حسابها في تويتر اليوم بالطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم مع بداية الفصل الدراسي الثالث والذي بدأ اليوم، وتزامن أيضا مع عودة الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية. ونشرت الوزارة على حسابها هذا المقطع. الأسبوع هذا والأسبوع القادم تكريم. ومن ثاني والثالث رائع. طبعا نبارك لكل الطلاب والطالبات عودة المدارس، وهلا هلا بالدراسة وإن شاء الله فالكم النجاح. عندنا كمان مناسبة ثانية جميلة جدا، بما أن اليوم 20 مارس فيتوافق مع الذكرى اليوم العالمي للسعادة والذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2013. المهتمين بالسعادة وجودة الحياة في جدة أعدوا هذا الفيلم القصير عن السعادة، خلونا نتابع. طبعا للحديث حول موضوع السعادة وطبيعة التفاعل الإيجابي اسمحوا لي أرحب بضيفتي أخصائية السعادة شهد شقدار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورتنا. فيك نور بيكي الله يخليك. بداية نبغى نعرف إيش قصة هذا الفيديو وإيش الرسالة أيضا اللي كنتوا حابين توصلوها للناس. القصة بسيطة، إحنا حابين نوصل للناس عن طريق السوشيال ميديا لأنها أقرب للقلوب، وبنبلغهم إنه إحنا لازم ننشر السعادة عن طريق فيديو مجازي وتعبيري بسيط
أو نوصل رسالتنا لإسعاد الوطن وأهله ونبلغهم أنه يحتفلوا باليوم العالمي للسعادة كمان. صراحة نحن مبسوطين كثير ونشكر أيضا سلطان العمري سفيرة السعادة صحيح. على هذا الفيديو الأكثر من رائع وجمعتكم فيه وصراحة جبتونا السعادة فعليا في هذا اليوم. بس أبغى أعرف يعني كم لك مهتمة بجانب السعادة وهل في فعلا إنجازات شاركتي فيها؟ أكيد لي مهتمة تقريبا منذ الصغر، لكن في عملي السابق بدأت رسالتي في السعادة، والآن لي تقريبا سنتين مع فريق رواد السعادة وعضو في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وعضو في اللجنة الزراعية في ينبع. فرسالتي دائما أن أحاول أكون متواجدة في جميع على مستوى المملكة. في ناس ممكن تشوف هذا اليوم مجرد حدث عابر في السوشيال ميديا، فكيف ممكن اليوم نغير وعي المجتمع بإيجابية؟ الإيجابية هي موجودة في الإنسان، ولكن أنا عندي مبدأ الاستمرارية. كل ما استمرنا والتكرار المستمر حيوصل هذه الرسالة للمجتمع. وقديش كان فيه تفاعل مجتمعي بالسعادة اليوم؟ نحن نسمع عن دورات للسعادة، عن وظائف أيضا في بعض الشركات صحيح. لأخصائية السعادة. يمكن كثير من اللي يشوفونا أول مرة يجي في بالهم أو يسمعوا هذا المسمى الوظيفي أنه أخصائية سعادة في شركة. طب إيش دور هذه الأخصائية؟ إيش اللي بتعمله؟ فخلينا نوضح الصورة أكثر للمشاهدين. صح، دحين الآن تحت مظلة رؤية سيدي صاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، احنا الآن بنطبق الرفع المعدل الإنتاجية وبنركز على السعادة في بيئة العمل وفي بيئة المجتمع. وبدأت الشركات الآن تتوعى بهذا المجال وبتفتح أقسام للسعادة في مجالات مختلفة. يعني صراحة الموضوع حلو، في وظائف نتمنى اكيد اكيد موجودة، والان هذا مجال جديد والناس كثير متحمسة انه كيف نرفه الموظفين ونسعدهم ونخليهم مبسوطين في مجال عملهم في مكانهم في بيئتهم في كل حاجة. يعني فعلا يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا، كل عام وانتم في سعادة إن شاء الله بإذن الله يا رب. يعطيك ألف عافية شهد. مشاهدينا، ومن السعادة إلى عالم الشوكولاتة، يعني صراحة اليوم الفريق بيسعدوني سعادة وشوكولاتة، كل شيء يجيب السعادة، ومسجدات القهوة التي أصبحت جزء من اهتمام الشباب ليس فقط على سبيل الاستهلاك، بل أصبح التعلم في هذا المجال رائج وبقوة وموضع منافسة. هذه المرة تقريرنا في معرض القهوة والشوكولاتة الأخير الذي انطلق في مدينة جدة. شخص حاب يجي يفتتح كافي عشاق قهوة متذوقي الشوكولات راح يقولونها هنا بإذن الله. عالميا السعودية رقم 3 في الاستهلاك العالمي في مجال الشوكولات، ورقم 1 في استهلاك القهوة. واضح أنه إحنا كثير محبين للقهوة، والقهوة العربية أصبحت الآن القهوة السعودية. المسمى هذا وانطلاقا من ذلك صار معرض القهوة والشوكولات اللي يقام فيه كثير بطولات ورش عمل تثقيفية تخص مجال القهوة وملحقاتها، كيف تصير باريستا، كيف تتخصص في مجال القهوة المختصة، كيف تقدر تقدم القهوة بشكل مختلف. كل التفاصيل هذه موجودة في ورش عمل مقامة على أيدي مدربين ماهرين دوليين ومحليين، بالإضافة إلى بطولة التذوق. طبعا القهوة في الفترة في الآونة الأخيرة انتشرت انتشار كبير صراحة، مصروف اللي هي انتشار القهوة موجودة، لكن ثقافة القهوة هي اللي انتشرت وصار الناس مستوعبة الشيء هذا. العام هذا 22 بالمناسبة وزارة الثقافة أطلقت على العام هذا عام القهوة السعودية. القهوة السعودية هي في الأصل طريقة التحضير، برج القهوة الباردة اللي هو يسمى الكولد برو، هذا الأكبر عالميا والحمد لله. طبعا رفعنا بالمقاسات بالأبعاد بالفكرة بشكل عام لموسوعة جينيس، الرد علينا بالموافقة أنه فعلا لا يوجد شبيهة أو فكرة مشابهة، وخلال يمكن أسبوعين إن شاء الله نحصل على الموافقة النهائية ونأخذ شهادة موسوعة جينيس. ثورة القهوة اللي صارت قبل كم سنة أجبرت الشعب والأجيال الجديدة أنهم هم يتعرفوا على القهوة بشكل جدا واضح وشكل جدا متطور. صار في قهوات مختصة
وكافيهات مختصة بالقهوة، وحتى طرق جديدة، تكنولوجيا جديدة اللي هي الكيمكس والتقطير والأشياء هذه، فأجبرت والله الشعب والشباب إن هم يفتحوا عينهم أكثر على موضوع القهوة. بفضل الله اليوم أصبحت في السعودية مصانع شوكولات، نستورد المواد الخام من أوروبا، يتم تصنيعها ويتم إعدادها في مصانع سعودية. مستهلك على عادات وتقاليد ممكن كان تواجد التمر أفضل من الشوكولات، اليوم صارت ثقافة تقريبا يتقبلون الشوكولات حتى في مناسباتهم، الأعياد، الهدايا، المناسبات الكبيرة، التخرج، الشوكولات متواجد في أي مكان. جدا جدا رائع، اللي أبهجني أكثر أغلب البراندات هنا سعودية، الحمد لله، هذا شيء الجميع يفتخر فيه. تفرح لما تشوف الجوانب الإنسانية هي من صميم اهتمام الشباب. هذه المرة مع فريق سين التطوعي واللي يحمل اهتمامات رائعة جدا لتحفيز العمل التطوعي من خلال المساهمة في ترميم المنازل للأسر المتعففة. قصة الشباب وجهودهم في هذه الفقرة مع ضيفنا طلال الأزهري عبر سكايب. مساء الخير طلال ومنورنا في ساعة شباب. خلينا في البداية بس نتعرف على مجهوداتكم ومجهودات الشباب التطوعية في فريق سين وأهم المجالات اللي بيتطوعوا فيها. أهلا وسهلا، شكرا لكم أول شيء على الاستضافة وعلى إلقاء الضوء على مثل هذه المواضيع. أنا صراحة شدني موضوع السعادة اللي في البداية كنت متابع، والتطوع وترميم المنازل اللي احنا نقوم فيه هو من صميم السعادة، تغيير حياة الأسر هو هذا الهدف، إدخال السعادة على قلوبهم هو هذا يعني المهم في الموضوع. فأسعدني أني قاعد أسمع موضوع عن السعادة واليوم التطوع. بالعكس، يعني يعطيكم ألف عافية فعلا على كل اللي بتقدموه، والله يجزاكم خير إن شاء الله. تعيدي علي سؤالك الأول معليش. عرفني على مجهودات الشباب التطوعية في فريق سين وأهم المجالات اللي بيتطوعوا فيها. تمام، الفكرة أنه هي بدأت المؤسسة عبارة عن فريق تطوعي، فتطورت حتى أصبحت مؤسسة وقفية مسجلة في هيئة الأوقاف الآن. تضم المؤسسة الآن في منصة التطوع الخاصة فيها أكثر من 900 متطوع مسجل في هذه المنصة. أكثر الشباب يكون في عندهم خبرات معينة وكذا في المشاركة في 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 بعض الأعمال، اللي بالدهان واللي بالكهرباء، اللي عنده خبرة في النجارة، في تركيب الأثاث، تركيب بسيط ما هو شيء يعني متعب، غالبا يجي معاه كتالوجات وكذا، فأي إنسان مقتدر إنه يطور نفسه. فكرتنا في الفريق إدخال السرور والسعادة على حياة الأسر المتعففة، هم الهدف الأول، الأسر المتعففة اللي ما يذهبوا لأحد، اللي إحنا نحاول نوصل لهم ونحاول نغير حياتهم بترميم منازلهم وخلق يعني حياة أفضل في منزلهم. وهذا يعني من صميم رؤية 2030، رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والمملكة في التطوع، إنه يصير يعني عندنا يعني عدد كبير من المتطوعين والمؤسسات الغير ربحية. طيب عندكم سجل جميل ما شاء الله تبارك الله من الإنجازات، فخليني أتعرف منك على أهم الأرقام لهذه المنجزات، يعني عدد المنازل والأسر المتعففة وحجم المتطوعين وغيرها الكثير. لحد الآن سين تقريبا رممت أكثر من 38، عندنا حالات احنا نسجلها كحالات، أكثر من 38 حالة وصلنا في مؤسسة سين. المنازل تقريبا حول المملكة، احنا وصلنا لجدة، وصلنا للمنطقة الشرقية، الأسبوع اللي فات كنا في المنطقة الشرقية، في مدينة الرياض دائما حالات كثيرة عندنا في تغطيتها. شارك معنا تقريبا إلى الآن أكثر من 4000 متطوع، تكلم عن عدد يروح ويجي يتغير، اللي ثابتين حوالي 900 اللي مسجلين في التطوع مع المؤسسة، لكن اللي يروح ويجوا على المؤسسة حسب ظروفهم حسب وقتهم تقريبا 4000 متطوع من 14 جنسية حول العالم شارك معنا.
كل الناس حابين يتطوعوا ويغيروا حياة الأسر والتربية. طبعا ما يعني ما يفوتني ذكر أنه مؤسسة هذه المؤسسة هي الدكتورة زهرة المسلم، وجه لها تحية ويعطيها العافية على هذه الفكرة الخلاقة في 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 تغيير حياة الأسر وإدخال السرور عليها بكل سرية، يعني نوصل للأسر المتعففة، هذا الهدف. هدفكم نبيل وجميل في نفس الوقت، ولفتني طلال بأنك ذكرت في البداية أنكم بتحاولوا توصلوا للأسر المتعففة، اللي ما بتروح لأي جمعيات أخرى ثانية، وأنتوا اللي بتتعنوا وبتروحوا وبتبحثوا أيضا في نفس الوقت عنهم وبتوصلوا لهم، يعطيكم ألف عافية. بس أبغى أعرف يعني كيف بتتواصلوا مع هذه الأسر، وأيضا ما هو نوع العمل اللي بتقوموا فيه بعد رصد هذه الحالات؟ جميل. هي في البداية عندنا فريق مختص في البحث عن الحالات اللي مثل هذه اللي تستحق، من بين مئات الحالات اللي نشوفها ونواجهها نحاول يعني نأخذ الحالة الأكثر احتياج لهذا التغيير وهذا الترميم، حتى يعني الجهود تكون موجهة لحالة معينة. يقوم الفريق طبعا بزيارة الحالة، بأخذ الصور اللازمة، حتى نبدأ في خطة فيما بعد عن طريق تويتر طبعا حساب المؤسسة، نبدأ نسرد القصة كقصة درامية، كقصة مؤثرة لحالة هذه الحالة، طبعا مع تغيير الأسماء وعدم الإفصاح عن الأسماء الحقيقية، أم وأبنائها، أب ليس لديه مصدر دخل، ونقوم بسرد قصة يتفاعل معها المتابعين حتى يعني يقوموا بنشرها. دائما القصة السردية المؤثرة هي اللي تأثر في الناس، انك تحط رابط وتقول والله يلا تبرعوا او 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 ساهموا، عفوا خلينا نقول مساهمات، يعني ما نستقبل تبرعات يعني مالية، لكن مساهمات، اللي بيساهم بأثاث، اللي بيساهم بأشياء، الأشياء اللي نحتاجها في المسجد. فهنا يتفاعل الناس مع القصة، لما تؤثر فيهم القصة السردية زي ثريد تغريدات متعددة، كيف بدأت حياة الأسرة هذه انها وصلت لهذه الحالة، وكيف احنا نبغى نساعدهم، نفتح نموذج تطوع ونفتح نموذج المساهمات، وتبدأ المساهمات قبل الحالة تقريبا بأسبوع، تقريبا تبدأ المساهمات ونوضع الخطة في شراء احتياجات وكذا وبالتفاصيل هذه الباقية. طب عادة يعني كم بياخذ وقت تنفيذ الترميم أو تجديد المنزل إن صح التعبير؟ هو الوقت الفعلي هو يوم واحد، احنا نبدأ من الساعة 8 صباح، احنا ننتهي الساعة 6 المغرب، لا يعني بالكثير المغرب احنا مسلمين البيت ونستقبل اهله، يعني نفرحهم بدخولهم يعني، وهذه اهم نقطه طبعا. لكن العاده هو يوم واحد، لكن العمل قبل اليوم الواحد هذا يقارب الشهر تقريبا. احنا تقريبا في الفتره الاخيره مركزين ان ناخذ حاله واحده كل شهر حتى ما تضيع الجهود يعني، ونكثر على انفسنا وعلى المتطوعين، ويكون فحاله واحده نركز فيها نشتغل عليها لمده شهر بالبحث والتخطيط والإعداد وشراء المستلزمات، نبدأ فيها في نهاية إجازة الأسبوع غالبا يوم الجمعة، حتى يكون المتطوعين متفرغين أغلبهم في أعمالهم كذا، فنبدأ من الساعة 8 الصباح المغرب إحنا مسلمين المنزل. جميل. الشباب دائما وأبدا فيهم الخير وما بيقصروا أبدا. وسؤالي الأخير عن الدافع اللي بيخلي هؤلاء الشباب دائما على هبة الاستعداد للمساعدة في عمل الخير والتطوع بدون كلل ولا ملل، وفي نفس الوقت يعني أحتاج هذه الإجابة منك عشان نوعي عدد أكبر من جيل الشباب ونحفزهم أكثر على عمل الخير والتطوع. في الحقيقة الشباب مهما قلت فيهم ما هو فيهم حقهم، يعني عدد الكبير اللي مر على المؤسسة الآن إلى 4,000 شاب وشاب مختلف التخصصات، حتى في بعضهم ما لهم أي تخصصات في التخصصات اليدوية يعني في مجالات أخرى، لكن يتعلموا معنا الأشياء البسيطة، حماسهم أنه يسافر من الرياض إلى الشرقية، يسافر من الرياض إلى جدة حتى يروح يرمم بيت أسرة، هذا الحماس بحد ذاته يعطيك معنى أنه الرجل يشتغل بلا مقابل بنية طيبة وبنية إسعاد الآخرين ومن باب المسؤولية المجتمعية.
كل شخص من هذول المتطوعين يجد أنه على عاتقه المشاركة في بناء الأسر وإسعادها ومن باب المسؤولية المجتمعية بلا أجر وبلا كلل ولا يعني ما شاء الله الشباب يبدأوا من الصباح يعني المغرب برضو سعيدين يعني ما زال فيهم نشاط ويضحكوا ويسولفوا وكذا روح العمل التطوعي جميل وهذا هو هدف سين أنه نصل إلى كل مكان ونبني ثقافة التطوع اللي هي جزء من رؤية المملكة. يعطيكم ألف عافية ما قصرتوا أكيد تحية كبيرة لجميع أعضاء فريق سين التطوعي وشكرا لك أستاذ طلال على تواجدك معنا اليوم. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم وبعد الفاصل هتاف طربيشي وقصة صناعة المحتوى الهادف ودعم مشاريع الشباب. شغف صناعة المحتوى والإعلام الحديث والذي أخذ هتاف طربيشي نحو رحاب التميز في تقديم محتوى إعلامي مثمر عبر منصات التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على مشاريع الشباب والأسر المنتجة ويثمر عن لقاءات تلامس الجانب الاجتماعي. هتاف طربيشي منورة ساعة شباب. أهلا وسهلا هتاف. أهلا فيك. منورتنا. نورك حياة الله يسلمك. طب خلينا في البداية نتعرف عليك أكثر وعن سر شغفك بالمجال الإعلامي. طيب بداية أنا دائما أقول هتاف طرابيشي الأم لأولادي. أنا عندي ولد وبنت ما شاء الله. الله يخليهم لك يا رب. بس بقول لك كأنك كبرتي نفسك شوية. أم لولد ما شاء الله السنة الجاية أولى جامعة بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يخلي لكم يا رب. ويحفظك يا رب. تزوجت صغيرة وخلفتهم صغيرة وما شاء الله تبارك الله الآن هم أصحابي وأخواني وأولادي. فبداية هتاف أم لأولادي، أم لعائلتي، أم لكل من أقابلهم. أحس أنه أنا عندي مسؤولية اتجاه كل الناس اللي أعرفهم، مسؤولية اتجاه وطني، مسؤولية اتجاه المجتمع اللي أنا فيه وخصوصا المدينة. فكنت أشوف أشياء كثير حواليني حابة أني أنا أغيرها أو أضيف عليها أشياء أو عندي شغف جواتي نفسي أطلعه. فهتاف مين؟ هتاف كانت بتغير اسمها لين قبل سنتين أنا ما أحب اسمي. ليه بالعكس حلو هتاف. كنت أزعل لما الناس يقولوا لي هتاف أقول لهم لا دلعوني يقولوا لي أي حاجة إلا هتاف. سبحان الله ما كنت أحب اسمي. لين قبل سنتين أيام الحجر وكذا جلست مع نفسي قلت أنا فين؟ هتاف لازم أحفظ الناس اسمي ويكون جوة كل بيت. كيف؟ ببرامج تلفزيونية على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا أنا من عائلة والدي يعتبر بالنسبة لي عراب الإعلام. فربي يخليك ويحفظك. فأنا بالنسبة لي والدي عرابي وفي يعني في عائلتنا المجال الإعلامي. بس ما كنت حابة أدخله في البداية عشان عندي مسؤولية تجاه أولادي أبغى أدي الرسالة وأطمن عليهم وأحطهم للطريق الصح وبعدين ألتفت لنفسي. جميل. ففي البداية كنت مدربة تنمية بشرية وتطوير ذات. طبعا أنا موظفة صحفية قلت أبغى أبدأ في شغفي الإعلامي من الصفر. فبدأت صحافة بعدين هذه كله دراسة طبعا بدأت صحافة بعدين بدأت تغطيات وتقارير وبدأت برنامج هتافات. طب بالنسبة لبرنامج هتافات يعني اليوم السوشيال ميديا مليئة جدا بصناعة المحتوى ولكن إيش المختلف اللي بتقدمه وبتحاول أنه تقدمه هتاف في وسط هذه المنافسة الكبيرة والزحام؟ طيب هتاف معنى اسمي اللي هو هتف. الهتف كل تفاصيل الناس اللي في قلوبهم. فقلت هتافات كنت أعمل هاشتاج على تويتر فقلت أعملوا هتافات مع هتاف برنامج أوصل كل الكلام اللي أنت حابة تقولي أو أي أحد من المجتمع بطريقة البرنامج. هتافات اجتماعية، هتافات ريادية، هتافات إبداعية توصل بطريقة أني أنا أخاطب كل عقول الناس وأمنيات الناس واللي يتمنوه أنا ممكن أطلعه بس بصورة برنامج تلفزيوني أو سوشيال ميديا. مو بس كذا كمان الجميل في الموضوع واللي لفتني أكثر أنك بتحاولي أيضا تدعمي مشاريع الشباب وأيضا بتسلط الضوء على الأسر المنتجة ومشاريعهم. فكلميني أكثر عن هذه الفكرة. طيب أنا عملت هتافات ريادية. طبعا هو البرنامج أخذ جائزة منشآت في المدينة المنورة للبرنامج الريادي اللي بيطلع الإعلام الريادة بطريقة إعلامية.
لما عملت 20 حلقة كورس مكثف لريادة الأعمال. اللي حابب يدخل ويفتح مشروع يدخل يتفرج من حلقة 1 لحلقة 20، هو كده يقدر يفتح مشروع بدون ما هو يلجأ إنه استشارات، لأنه أنا جبت مستشارين ورواد أعمال في البرنامج. 5 الحلقات الأخيرة رحلة كفاح ونجاح. الضيف يقول لنا كيف هو بدأ ريادة الأعمال وإيش العثرات والتعثرات اللي وقع فيها ويتفادوها الناس. بعدها قلت هتاف لازم تدعم الأسر المنتجة والمشاريع الناشئة لأنه يحتاجوا الدعم. صحيح. أكثر من إنه إحنا بناخذ منه، حتى لو إنه أعمل لك إعلان ب200 فهو لا يغني ولا يسمن من جوع، هو أولى في المبلغ هذا إنه هو يجيب مقاضي أو يعمل صحيح. حاجة لنفسه ولأسرته. فإحنا ممكن ناخذ الإعلانات من ناس من شركات ولكن مو من أسر منتجة محتاجة أو مشاريع ناشئة دوبة حاطة أول خطوة وأول سلم على عالم ريادة الأعمال. ففتحت الدعم للأسر المنتجة من بداية من برنامجي إلى 29 رمضان بإذن الله. ما شاء الله جميل جدا. طب هذه اللقاءات يعني أكيد طورت أفكارك وإمكانياتك، ولكن إيش النتيجة اللي خرجتي فيها ونقدر نقول أنها ممكن تكون عملت نقلة بالنسبة لهتاف؟ محبة الناس، دعوات الناس، كمية الدعوات اللي بتجيني مو عادية. أنا أوقات أقرأ الدعوات ودموع، فحقيقي حقيقي من جد يعني الأشياء الإيجابية اللي إحنا نقدمها. إحنا منصة إعلامية أو مكان إعلامي أو إعلامية، فأقدر إني أنا أوصل أصوات الناس وأقدر إني أنا أوصل مشاريع الناس، ليش لا؟ فهذا الموضوع غير في شخصيتي، خلاني اجتماعية أكثر. أنا في البداية كنت بيتوتية أكثر، خلاني اجتماعية أكثر وخلاني إني أنا أسلط الضوء أكثر، أسلط الضوء على ناس محتاجة. ما شاء الله تبارك الله. يعني في ظل وجود الإعلانات بشكل كبير جدا، أنت مستمرة بتدعمي الشباب وبتدعمي الأسر المنتجة بشكل مستمر، إيش تبي توصلي للناس وقد إيش هذا النوع من الالتزام نقدر نقول اليوم بأنه مرهق؟ طيب ما أخفيكي لمية، مرهق جدا. ولكن حق واجب إنه محبة الناس ودعم الناس لي إن أنا أرده لو بطريقة يعني دعم لهم. ثاني حاجة، أنا عملت مبادرة الخميس اللي فات، بداية كانت يد واحدة ما تصفق، ما في أحد يقدر يطلع لحاله، حتى إحنا الإعلاميين نحتاج المنتج والمخرج والبرامج والإعلانات عشان نطلع، ما في شخص يقدر ينجح لوحده، فيد واحدة ما تصفق. ونحتاج جمهورنا ونحتاج في أي مجال كل أحد يحتاج الثاني. فعملت المبادرة، جبت مو واحدة ميك أب أرتست، جبت 5، القيمة تتسع للجميع. يعني ممكن أنا أجرب الخمس الميك أب أرتست والخمس الهير ستايل والخمس المصورات واواوا، فجمعتهم كلهم في مكان واحد. كان الشرط من هذه المبادرة إيش هو؟ إنه كلكم تمنشنوا بعض وكلكم تظهروا بعض وكلكم تدعموا بعض. فعملت لهم ليلة كأنه فرح مصغر. أنا العروسة لبست موديل، عملت ميك أب وشعر، غيرته مرتين لاثنين ميك أب أرتست واثنين هير ستايل ومصممة وتقريبا 3 مصورات. جبت الأسر المنتجة كلهم المنتجات حقتهم، وخليت كل الموجودين من المشهورات اللي في المدينة فوق يمكن 15 مشهورة تعلن لهم كلهم مجانا. جميلة هذه المبادرة. فعملتها وقلت بإذن الله بدايتها من المدينة وإن شاء الله حتكون على مدن المملكة كلها، بس هذا كان الشرط إنه تبادل، لأنه المنشن يا جماعة مو بفلوس. الناس لما بتمنشن بعض منشنك بس مثلا بالمبلغ الفلاني، اعلن لك بالمبلغ الفلاني، لا يا جماعه ترى سوشيال ميديا يعني لا تأوفروا في الموضوع، ترى ادعموا بعض عشان تطلعوا، انت مصيرك تحتاجي احد في يوم، فادعمي غيرك عشان تدعمي. فكانت هي يد واحده ما تصفق. طب اليوم انت بتعدي وبتنسقي وبتقدمي ما شاء الله تبارك الله، ما اغراك يعني مثلا هذا الكم الكبير من اللقاءات اللي صنعتيها في التحول الى شاشه التلفزيون؟ والله ليش لا، هذا تطور كبير واكيد باذن الله مستقبلا حيكون كذا، رغم انه من بدايه انطلاقه هتافات اجتماعيه وجاني اول عرض اني انا اكون مذيعه في التلفزيون، ولكن رفضت. ليش؟ لأنه أنا حابة أبدأ من الصفر، أنا حابة أكون ملمة بجميع التفاصيل، أبغى أكون معدة وأبغى أكون مذيعة وأبغى أكون صحفية وأبغى أكتب حتى أسئلتي وأتخاطب مع ضيوفي وأنسق أعمل كل حاجة لحالي. اللهم أني أنا يعني
احتجت مصمم انا حتى اديله التصاميم وهو بس ينفذها فقط لا غير. ليش؟ عشان ابغى اكون ملمه بهذا كله. لما انا اطلع واكون مذيعه في برنامج تلفزيوني فانا عارفه ايش اللي بيصير وكلهم كيف بيتعبوا وايش المجهود اللي بيصير وبيعملوه عشان بيطلع البرنامج بالصوره الحلوه هذه. صحيح. فان شاء الله مستقبلا باذن الله نتمنى لك كل التوفيق. يسعدك هتاف ونورتينا وشرفتينا اليوم. يا ربي يحفظك. بس نقطه اخيره اكيد تفضل. بالنسبه للاعلانات احنا بنشوف حاجه ممكن يعني مثلا الهاشتاجات اللي بتصير والاعلانات او المشاكل اللي بتصير في السوشيال ميديا بسبب اعلان مثلا مضلل او اعلان خاطئ او ما في مصداقيه. انا بس من المكان هذا اللي انا فيه من روتانا اقول لهم بس خلوا عندكم مصداقيه في الاعلانات. أكيد. لانه الناس نيره من فلوسها. معليش يعني انا لما انت بتعلني لي على حاجه على منتج وانا اشتريه, طب انا ممكن يكون معايا هذه اخر 30 ريال ابغى اشتري الحاله اللي انت قلتي عليه, فخلي عندك مصداقيه بدل ما انا اشتري واقول ليه حرام عليك. يعني خليه مصداقيه في الاعلانات وفي نفس الوقت المنتجات. صحيح. نحن نتمنى وبالتوفيق يا رب للجميع. امين يا رب. نورتينا وشرفتينا. يعطيك العافيه. يحفظك يا رب. شكرا. مشاهدينا بعد الفاصل عالم السيارات واهتمام متزايد لاكتساب الخبره والمعرفه من جيل الفتيات. في الفترة الأخيرة تزايد اهتمام البنات بالعديد من الجوانب اللي تخص السواقة والسيارات بشكل كبير جدا. بعضهم أخذوا الفرصة مو بس للتعلم كمان للتخصص وتكون قادرة على تعليم الآخرين وإرشادهم في هذا المجال. ضيفتنا واحدة منهم وتعمل فاحصة مرور حاليا, حنتعرف معها تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا لول والمجرات. أهلا وسهلا لول. أهلا وسهلا. منورتنا حبيبتي. يعني أول شيء أنا حابة أعرف وش معنى فحصة مرور وش تسويه بالتحديد؟ فحصة المرور طبعا هي أول واحدة تقابل الطالبة لما تجي تقرر أنها تسوق. طبعا احنا نستقبلها في قسم المرور, ناخذها نعمل لها تقييم. تقييم اللي هو تحديد عدد الساعات أو تحديد مستوى الطالبة. يعني لما تيجي الطالبة تقول أنا خلاص أبغى أخذ رخصة, لازم ندخل نشوف مستواها, هل هي كم تستحق من عدد ساعات, تستحق تاخذ برنامج كامل او انها تاخذ مثلا ست ساعات اذا هي ممتازه. اي وال 15 ساعه اللي يكون مستواها يعني كويس بس تحتاج انها تتدرب شيء بسيط يعني. طب وش اللي شدك في مجال القياده والسيارات؟ قياده هذا شغف من يوم انا طفله. اي من يوم انا طفله انا عندي عشق للقياده بشكل مو طبيعي. يعني يمكن لو اقول لك قصتي وانا صغيره, كنت اجيب مخده صحن واحط القير عباره القير عباره عن ملعقه واسوق. الناس ينادوني ما ارد ساعه نص ساعه انا اسوق مشغوله, ما حد يكلمني ولا اكلم احد. فبديت اسوق رسمي من 2005 الى الان, فالحمد لله يعني ما شاء الله. طب من خلال منصات السوشيال ميديا وهذا اللي حبيته اكثر في الموضوع انك قدرتي توصلي للناس, فحابين نعرف اكثر عن طبيعه المحتوى اللي بتقدميه في المنصات. اوكي بالنسبه للمحتوى الاربع سنوات الاخيره هذه او خمس سنوات كان كله يخص القياده اكثر. بالبدايه الكل كان يقول لي لولو حاولي انك تصورين اي شيء, بس مجرد اني افتح سناب او اقعد اصور كنت رافضه الفكره تماما. كنت حابة اني اقدم شيء يكون مفيد. كل احد يقول لي لولو في ناس تقدم محتويات ما هي مفيده. فما كنت انظر للشيء هذا ابدا. كنت يعني مقتنعه اني اقدم شيء افيد فيه كل الشرائح صراحه. حلو. مثلا بناتنا او لا كل احد. والحمد لله صار عندي حتى متابعين من الوطن العربي مو بس الخليج او من السعوديه. وايش اكثر شيء يعني واكثر المواضيع اللي بتتكلمي عنها مثلا بتعجب الشباب وبتهمهم كثير وبيتفاعلوا معك فيها؟ السيارات. كمان انا اصور برامج سيارات كل اسبوع تقريبا, اجيب سياره نتكلم عنها نغطيها بشكل كامل. هذه بالنسبه للشباب كثير يتفاعلون معها, وفي شباب يتفاعلون بموضوع القوانين اللي هم ما يعرفونها. يعني الحين لما احنا نجيب البنات نعطيهم قوانين الشباب ما يعرفونها, فيدخل علي واحد مثلا في الكومنت يقول تدرين انا اول مره اسمع هذه المعلومه, مع انه صار لي تقريبا اكثر من 16 سنه اسوق بس انا ما اعرف القوانين هذه. ف
لبعض الاشياء اللي شدتهم. حلو يبي له اتابعك صراحه في الانستغرام. لازم خلاص اليوم اتابع سناب وتيك توك وانستغرام. بعد تيك توك ما عندي تيك توك. طيب تنصحيني افتح تيك توك؟ خلاص لازم تيك توك لازم اجباري. طيب لولو كلمينا عن ابرز التحديات اللي واجهتيها من بدايه دخولك لهذا المجال. في تنهيده قويه صراحه. هو يمكن شيء واحد انا مره مبسوطه انه تحديت فيه كثير. تجيني واحدة تقول لي لولو أنا مستحيل أسوق، أنا عندي مو برعب أنا عندي فوبيا، أنا لما أركب في السيارة مع أحد أسوي كذا من الخوف. الآن كل يوم تشكل سيارة، تشتري سيارة شكل، تسوق، تمسك طرق، تروح أماكن بعيدة. صارت محترفة، مو بس إنها تسوق وخلاص، لا أنا أشوف في احتراف. أنا أقابلها أحياناً برا في الشارع أشوفها ما شاء الله تشخط قدامي ولا كأنها الإنسانة اللي كانت تموت رعب من شيء اسمه سيارة. وكيف صار هذا الشيء؟ تدرب فيها؟ كيف كسرت الحاجز الخوف والفوبيا اللي يقولون معها؟ إني أنا أقنع. يقولون. ففي واحدة تقول لي أنا زوجي، طبعا هي صاحبتي يعني مو بأي أحد ثاني، تقول زوجي وأخوي وولد عمي كلهم دربوني وما قدرت أركب معهم نص ساعة في السيارة. طلعت معها مرة واحدة، ثاني مرة هي رجعتني بيتها. يا الله يبي ناخذ دورات عندك لولو. ولا تشرف والله تشرف. حبيبتي لنا الشرف. طب لأي درجة تشوفي البنات اليوم أن عندهم وعي مروري كافي، وهل ممكن نقارنهم بالرجال؟ زي ما قلت لك قبل شوي، في القوانين للأسف بعض الشباب يجهلونها لأنه صار عندهم زي يعني شيء طبيعي صار عندهم، مجرد ما يطلع الشاب خلاص يلا بطلع رخصه وبسوق. أيه. بس كيف هو يسوق؟ ما في اي نوع من انواع القوانين. الفرق بينهم وعي مروري بالضبط. الفرق بينهم وبين البنات، البنت تطلع من عندنا مسكينه احنا عاصرينها، يعني لازم انت تتعلمين على القوانين. يعني حتى لو طلعت مثلا تخلينا تدربت 30 ساعه حلو، وجدتي بتختبر ورسبت حتعيد من جديد، بس مو 30 تعيد يومين. ليش؟ تطلع للشارع وهي عارفه كل شيء. الرجال بيزعلوا منك لولو. شوفي انا بالعكس صلح موقف. لا بالعكس شوفي ما ابغى يزعلون مني، انا انصحهم يتبعون القوانين صح. ليش؟ لانه القياده فيها حياه وموت. صحيح. يعني صعب اني انا اجي اركب مع شخص اوه والله انت فنان. طب انت قاعد تعمل تشكل خطر لك ولغيرك. صحيح. مو بالكل، خلينا نقول نسبه بسيطه. مو معنى اني اقول البنات اشطر من الشباب، لا، بس البنات لانه شيء مستحدث لهم فقاعدين ياخذونه بالتفاصيل، يعني ياخذون من الالف الى الياء القوانين كامله. اما الشباب زي ما قلت لك صارت فطره. كبر الشاب يركب سياره ويروح. ايش معنى الخط هذا؟ ايش معنى الاشاره هذه؟ ايش معنى العلامه هذه؟ ما في، بس هو يمسك سيارته فرامل بنزين دركسون وهو شاطر بالخبره. ما بالخبره. إيه؟ لكن بالتأني وبالاشياء. صحيح. طب هل الدورات التدريبية الموجودة للقيادة كافية أنها تعلم البنت أنها تسوق سيارة في الطريق بشكل آمن، ولا هذا التدريب يعني يحتاج نوع من أقدر أقول التعزيز بشكل آخر؟ أنا بالنسبة لي الممارسة. يعني في ناس تدخل تأخذ الدورة التدريبية كاملة، للأسف تطلع للشارع تتفاجأ تخاف وتجلس ما حتكمل. فبالنسبة لي أنا أشوف الممارسة في القيادة، ويكون عندها ثقة بنفسها. يعني لما تقول أنا أبغى أسوق خلاص أنا أبغى أسوق، مو إنه أبغى أسوق أبغى أطلع رخصة عشان أحطها في المحفظة. في ناس كثير كذا، صاحباتي طلعوا بطلع، إيش معنى هذه طلعت أنا ما أطلع؟ فأحس إنه شوي يعني هذه مشكلة صحيح. كبيرة أكيد. طيب خلينا نرجع لمحتواك على السوشيال ميديا، ولفتني كمان أنك بتختاري سيارة كل أسبوع وبتشرحي تفاصيلها للناس، وحلو كمان أن البنت إذا كانت محتارة إيش تشتري سيارة أو إيش تطلع سيارة جديدة ترجع لحساباتك وراح تستفيد الكثير. ولكن إيش المصدر الأساسي للمعلومة اللي بتاخذيها في محتواك وبالنسبة لك؟ وهل شكك أحد مثلا قبل كذا وقال لك عن أي شيء قدمتي مثلا يخص السيارات أنه مثلا غلط، أو من وين جبتي هذه المعلومة، أو معلومة غير موثوقة مثلا؟ أنا الصراحة مستحيل أطلع أقول معلومة ماني واثقة منها، لأنه المعلومات هذه زي ما تقولي احنا نتكلم عن معلومات مرورية، ف
أرجع أقول لك ما فيها لعب القيادة. أي هذه المرورية صحيح. فتعتمد كمان على الخبرة وتعتمد على الأنظمة والقوانين المرورية. أنا من الناس اللي دائما أتابع أشوف المرور إيش نزل جديد، إيش التحديثات الجديدة سواء عندنا أو حتى الدول الثانية، أعرف قوانين كل بلد. طب واللي يخص السيارات مثلا؟ السيارات؟ أي السيارات قلت لك أنا عندي حب للسيارات. فتشوفيني كل فترة وفترة أروح لوكالة أشوف إيش السيارات الجديدة اللي نازلة، تأخذ المعلومات منها. بالضبط. في بنات كثير يسألوني أنا توني أسوق الحين وش تنصحيني أخذ سيارة. في البداية كنت يعني أشتغل على سيارات اللي كانت تعجبني، بعدين غيرت الأسلوب شوي، قلت لا لولو المفروض أنت مو بس تدورين شيء اللي يعجبك، لازم صحيح. اللي يعجبني ولازم اللي كمان هم الناس يستفيدون منه. صحيح. يعني زي المبتدئة إيش تأخذ، المحترفة إيش تأخذ كذا يعني. طب كيف ممكن تطوري من مجال عملك؟ والسؤال المهم يعني لوين حابة توصلي في اللي بتقدميه للمجتمع؟ مش طموحك هذا المجال؟ أنا في شغلة سويتها كنت أتمنى أني أسويها، الحمد لله أنها ضبطت. طبعا فئة ذوي الإعاقة، كنت دائما لما أتكلم في السناب وأشرح اكتشفت أنه في ناس من هذه الفئة تتابعني بس ما يدرون وش أقول. فدخلت على جمعية ذوي الإعاقة، سويت معهم اتفاق، وصرت لما أنزل السنابات أو أنزل مقاطع يكون في كمان مقطع خاص في الصم والبكم فلغة الإشارة. بالضبط. فهذا شيء حلو أني أنا صراحة سويته، بالنسبة لي أنا عاجبني يعني. الله حلو. فالشيء الثاني اللي أنا أطمح له أنه يكون عندي ماي أون بزنس، أني أنا أعمل مدرسة خاصة في القيادة، تكون مدرسة نموذجية وتكون إن شاء الله على مستوى العالم إن شاء الله بإذن الله. ليش لا، ما في شيء مستحيل أبدا. فعلا لازم أطلع معك شوف كيف سواكتك. خلاص تحمست صراحة. يعطيك ألف عافية، نورتينا وشرفتينا. الله يعافيك يا رب. تسلمي. شكرا لك. مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا اليوم من ساعة شباب، لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج اللي راح يظهر على الشاشة الآن. مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، إن شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الموعد. فمان الله.